ارتفاع البيتكوين وفرصة ممتازة للدخول. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. صديقي، هاي صفقتنا الرابحة من قناة التليجرام. إذا كنت بتفضل هيك صفقات استثمارية، انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. هلا شباب، خلينا ننتقل للفيديو. الترند الهابط اللي صار لنا فيه أكثر من 20 يوم عمال بنحاول نكسره، البيتكوين نجح وكسر الترند الهابط، متجاوزين هاي المرحلة الى مناطق 16 و800. هالارتفاع هذا اعطانا فرصة ممتازة بالسوق لتخريج ارباحنا بالعملات البديلة. رغم هيك اصدقائي، انا بفضل بعد هذا الارتفاع نفعل الستوب لوز. هدفنا بهذا الصعود كسرنا الى مناطق 17 و200 لحتى نتوجه لمنطقة عنيفة 18 و300. بعد ارتداد هذا الكبير، انا ما بستبعد هاي المنطقة بالايام القادمة، لكن الارتفاع باخر يوم بهذا الشهر هو المقلق. هل رح نواجه بالشهر الاتي خير للعملات الرقمية والبيتكوين، اما رح يكون دخولنا مصيدي، او نتجه لنشوف قاع جديد؟ شباب، الاخبار ما بتطمن ابدا من رغم من ارتفاع السوق. الخطر الحالي عمال بيحيط بالبيتكوين. الهاكر اللي مخترق منصة FTX قدر يخرج ويقوم بتحويل كمية كبيرة من البيتكوين على منصة OKX، وطبعا المنصة بتقوم بالتحقيقات اللازمة. الخوف اصدقائي يصير فينا مثل ما صار بالإثيريوم لما اخترق المنصة وباع كمية كبيرة من الإثيريوم، فممكن نواجه هبوط كبير بالبيتكوين ويبيع كمية كبيرة من الكمية اللي قدر يحولها من منصة FTX. لذلك رغم صعود البيتكوين وكسر لهذا الترند الهابط، بتبقى المخاوف عمال بتحيط بالعملات الرقمية. صديقي، وهذا الكسر مو يعني رح نبدأ بالبول ماركت، هذا ممكن يعطينا فرصة لتخريج أرباحنا، وننتظر قاع جديد لنقدر نصطاد الفرص. انتظر التأكيد واغلاق شمعة يوم على الأقل بهي الأسعار، وبعدها صديقي فكر بفرص استثمارية. وإذا كنت وصلت معي لهالنقطة، ألف تحية وشكر لك. صديقي، إذا كنت بتفضل الفرص الاستثمارية، انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس لحتى يصلك كل جديد.